بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فلا زال حديثنا موصولاً عن نداء الايمان في القران الكريم وحول نداء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبينا ان الصوم فرض علينا كما فرض على الذين من قبلنا من الامم السابقه وفرض الصوم لعلة وهو التقوى ماذا يريد الشرع منا من صومنا؟ الصوم هو تمرين وتدريب للإنسان أولا على امتثال أمر الله بعض الناس يقول نحن نصوم لعله تقويه البدن والشعور بالفقراء وكذا وكذا وصحه البدن لا نحن نقول أولا نحن نصوم استجابه لأمر الله عز وجل لأن الصوم في طبيعته أصلا القرآن قال لعلكم تتقون والتقوى اسم جامع مانع شامل لكل ما يتعلق بالايمان بالله وتقواه سبحانه وتعالى. فاول ما يتحقق من الصوم في الايه الكريمه وفي معنى التقوى ان نمتثل لامر الله، الحكمه من تنفيذ امر الله ان ننفذ امر الله ثم نبحث عن حكم من اخرى ان ان وجدنا ان ان اهتدت عقولنا وقلوبنا وافئدتنا اليها، اما اذا لم تهتدي فنحن نفعل الامر لان الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يعلم فلا يكلفنا الله بشيء إلا لمنفعاتنا ومصلحتنا ولا ينهانا عن شيء إلا لمنع الضر عنا ولمنع الضرر بنا فالحكمة من تنفيذ الصوم الحكمة هو تنفيذ أمر الله وإلا واحد يقول والله أنا أصوم لأنه يجعل بدني خفيفا وجيدا وكذا أو أشعر بالفقراء طيب ممكن الإنسان يقول والله أنا قلبي رحيم وقلبي يعني كله حنان على الفقراء هل معنى ذلك أن يفطر؟ لا الصوم ينظم والله عمل الجسد ويقلل الدهون واحد يقول والله أنا أرتاح على الرجيم الفلاني هل معنى ذلك أن يصوم؟ لا الصوم يمرن الإنسان أولا على أن ينفذ أمر الله وإن كان هذا الأمر بالامتناع عن الحلال يعني الصوم في حد ذاته هو يعلم الانسان ان ينفذ امر الله ولو كان في امر حلال والا الطعام الشراب جماع الزوجه في الليل في رمضان حلال بالنهار حرام قبل رمضان بالنهار حلال بعد رمضان بالنهار حلال يريد الله عز وجل ان يختبرنا في السمع والطاعه لله سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير الدرس الاخر في الصوم في نفس هذا الدرس ان الاسلام يريد ان يعلم المسلم انه يوجد حيث امره الله ويفتقد حيث نهاه الله والا ما نهانا عنه الشرع من اكل وشرب وجماع هو في اصله حلال لماذا يحرم يحرم حرام حرام ومن ياكل او يشرب او في رمضان ياثم اثما عظيما في الاسلام حتى في الحديث انه لو صامه لا يكفر عنه صوم الدهر كله لانها يعني كبيره من الكبائر انه افطر في نهار رمضان ولم يصم إذن المطلوب من صوم الانسان المسلم ان يمتثل لامر الله اولا ليكون ممن قال فيهم لعلكم تتقون الامر الاخر ان الاسلام بهذا الامر يريد ان يبين ان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله، لا يملك احد سلطه التشريع في ديننا الا الخالق سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم لانه لا يشرع شيئا الا عن وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وهو اول من يمتثل للامر صلوات الله وسلامه عليه. الامر ايضا يعني يريد من المسلم بالصوم ان يتعود على قوه الاراده قوه اراده الانسان انه اننا لسنا حيوانات اسيره الشهوات اسيره المطامع اسيره شهوه البطن والفرج ليتمرن الانسان حتى لا يستذل من اكثر الاشياء التي يجند بها الجواسيس في الدول المراه والمال او ماذا تشتهي تشتهي المنصب تجنب بالمنصب تشتهي المال تجنب بالمال تضعف امام المراه تجنب بالمراه الاسلام يريد بالصوم ان تتحكم انت في نفسك وهواك وشهواتك لا ان تتحكم فيك انت الشهوات والاهواء لانك تملك متى تاكل ومتى لا تاكل متى تصوم ومتى تفطر فالصوم يغرس في الانسان امتلاك الإرادة الحرة والقوية لعلكم تتقون نسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته